نيل، كأنك مثل ولد صغير يلي بده أمه. أنت كتير قلقان مشان أمك، بس أنت مو مهتم إنه أختي مانا منيحة. أنت ما انتبهت على هالشي لما سمعت صوتها؟ عن جد غريب. آسفة، أختي أكيد عم تمزح. لا أنا ما عم أمزح، ولا تستخف بأختي أبداً. اسكتي. شو؟ سوانندي، أنا كتير آسف. أنا لما سمعت صوتك حسيت إنه في شي مو منيح، بس عن جد أنا كنت قلقان شوي من شان أمي. لا لا عادي، هو شوية رشح مو أكتر. أكيد بس شوية رشح؟ أنت ما تقلقي أبداً، رح أعزمك على شوربة سخنة. كوني جاهزة على 8 وأنا جاي لعندكم، والرشح تبعك رح يختفي بسرعة. أنت ساير بس بدك حجة لحتى تشوفني. حجة قلتي؟ لك هاي الحجة صارت موضة قديمة كتير. هلأ أنا رح أجي وأخطفك وأخدك بعيد عن الكل كمان. ما في داعي لهالشي، روح على بيتك بكير مشان تضل مع أمك. نحنا بكرة منشوف بعض. شبكي سوانندي بلا غلاظة. لا لو سمحت أنا رح سكر، باي. أمرك. شفتي كيف؟ كان لازم إني قله ليحس بهذا الشي. لا مستحيل، هو حاسس بهالشي. هو ما سألني لأنه كان متوتر. شو سمعيني.